المؤسسه خلاتنا نخدموا حاليا على مشاريع، يعني كانوا مشاريع في الاول كان عباره عن قفه، عن توزيع اغطيه، عن ورشات الاطفال. دابا حاليا بالمؤسسه كيف ما المهم يلاه بدينا في 2019 كنفكروا في مشاريع كبرى، يعني كنفكروا في نقدروا نبغي نديروا دار انماء ترافل، غنديروا دار انماء ديال الرياضه، غنديروا دار انماء ديال اعمال اخرى. يعني المؤسسه هي واحد البنيه اللي غتخلينا نخدموا اكثر. يعني الجمعيه كنا منحاصرين ربما في بعض الانشطه اللي كانت كتجينا يعني مع التجربه، ولات كتجينا يعني سهله. مع المؤسسه بغينا نخدموا مشاريع كبرى.